السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة مبعوثة، طفل صغير لسه خارج من الحضانة، السكال شيب اب نورمال. فهم بيقولوا لنا استبعد لي هيدروكيفالس ولا حاجة. طب الطفل بيرضع كويس؟ ايوه. طيب بيعيط كويس؟ ايوه. طيب هنشوف في اي حاجة تانية عنده. ده في اير اب نورماليتيز. ايه ده يعني؟ ودانه هتحتاج، بيقول لك بيترس ام ار اي ولا مش عارف ايه. لا لا لا، خليني في السونار بتاعي انا كده، هدور على هيدروكيفلس او حاجه كونجينيتال. تعال نشوف ايه اللي لقيناه. بدانا الفحص بتاعنا، بنبدا بميد لاين ساجيتال، لقينا ايه؟ اهدي الكوربس كالوزم كويس جدا، ده اصلا لو موجود انا ببقى مبسوط قوي. وادي كمان السيريبيلم، وادي الفورز فنتريكل وسيسترنا ماجنا، يعني البوستيري الفصه، لا هي اللي سمول زي الكهاري ولا هي اللي لارج زي الداندي ووكر. حلو قوي، انا كده شكل الفحص بتاعي هيطلع نورمال زي الفل. طيب تعال نشوف على الجنبين. ايه خير؟ اللهم اجعله خير. ايه الساساتيت الكتير اللي لازقه في بعضيها دي وكانها حاجه واحده؟ مالتي سيبتيتيت. هل يا ترى هو ده البي بي ال بيريفنتريكل لكم؟ ماليش. لا، البيريفنتريكل ده حوالين البنتريكل مش الجدار بتاعه. هل مثلا دي السب ابن دايمال؟ غالبا بتبقى تحت شويه. الله، امال ايه دي؟ كملها لنا بقى الكورونال ووريها لنا. بناخد كورونال طبعا من ورا ومن قدام لورا، يعني من قدام خالص البنتريكل لغايه بقى جنبيه لغايه ورا. ده يا جماعه بعض الناس ممكن تقول مش ده كده البنتريكل سيستم، وبالفعل حد كان بص عليها في الحضانه وقال ده هيدروكاتلس. لا، الفنتريكول سيستم هو ده الحاجه اللينير دي، وده الانتيريور هورن وده الانتيريور هورن، وده كده كيبون سيبتم بلوسيبان. الله، امال ايه ده؟ دي سيست ودي سيست، وهنا سبتيتد بارا فنتريكولر او بيري فنتريكولر كده، موجوده ات ذا ليفل اوف لاترال فنتيكل اند سلايتلي سوبيريور، وقريبه من الانتيريور هورن. كمل شويه لورا عند الليفل بتاع البودي والثيرد فنتريكل. ايه ده برضه موجوده، بس كل دي ساساتيت حوالين الفنتريكل، يعني الفنتريكولار سيستم نوت دايليتد. ده انا احد زملاء كتب ايه؟ ان هو دايليتد. لا، ده مش هيدروكيفلس ولا حاجه. يبقى دي كده مالتيبل سيستس بيري فنتريكولار. نخش بقى في ديفرنشيالات عشان بس تكون صوره. لو عندنا الفنتريكولار سيستم شكله كويس وفي سيست ات ذا ليفل اوف لاترال فنتريكل او سلايتلي سوبيريور، ده ممكن يبقى اسمها سولو سيست. غالبا هتبقى بايلاترال، غالبا هتبقى مالتيبل، عامله زي السبحه دي، اسمها ليفت فنتريكولار كواركتيشن، فرونتال هورن سيست او كوناتال سيست، which is variant، غالبا isolated variant unless لو الطفل ده كان فيه مالتيبل انوليز. بس استبعد لي كروموزومال ابنورماليتي. ايه ده يعني؟ ممكن الطفل ده يحتاج كروموزومال سكرين وكده؟ ايوه، طالما عنده سكال ابنورماليتي وير ابنورماليتي وكده، يعني مش دي لوحديها، لكنها لو لوحديها فدي فاريانت. طيب اما لو جت في جدار البنتريكل دي، بتلاقيها بقى تحت الليفل بتاع اللاترال هورن، اكزاكتلي عند الحته بتاعت الكودو ثالاميك جروب، جاست عندها او قدامها. اما البيري فنتريكولار دي هتلاقيها فوق، تمام، هتلاقيها فوق وممتده، ممكن قدام وورا الكودو ثالاميك جروب. اللي عنده كود الثلامي جروف دي غالبا اسمها جيرمينوليتيك سيست او سب اندايمن سيست. ده بتبقى جيرمين ماتريكس هيموريج وحصل له لايسيس، يعني ريزولفت جيرمين ماتريكس هيموريج، فاسمها جيرمينوليتيك سيست او سب اندايمن سيست. ده تاني ديفرنشال. اما لو كانت بقى حوالين الفنتريكل، دي البيري فنتريكولار سيستيك لوكوماليشيا. ده غالبا يعني هتلاقي بقى البريتيرم المحترم اللي اتاثر وحصل له هايبوكسيا مره واثنين، فهتلاقي بيري فنتريكولار ان هوموجينس ايكوجينيسيتي، وكمان فيها السيستك سبيسز فاريبل ديجري على الناحيتين. امال بقى السيست الرابعه؟ السيست الرابعه بتبقى لارج لدرجه انها ممكن تكوميونيكيت مع الفنتريكولار سيستم. يا نهار ابيض، ايوه، دي غالبا بتبقى الهيمولوج الدرجه الكبيره الرابعه اللي بيحصل معاها كومبريشن للفينز وتعمل لي هيموراجيك فينس انفاركشن بيري فنتريكولار، بنقول عليها جريد 4 فنتريكولار هيموراج. شويه بتحصل لها ريزوربشن وتتحول الى سيستيك سبيسز، وممكن كمان تكوميونيكيت مع الفنتريكولار. فدي الرابعه هي سيست ريزلتنج فورم فينس انفاركشن. فالحاله بتاعتنا دي عباره عن فاريانت اسمه
كوناتال سيست، او الاسم التاني اللي هو كوكتيشن اوف لاترال فنتريكل او فرونتال هورن سيست سودو سيست، كل دي اسامي الكلام بيبقى موجود تقريبا عند الليفل بتاع اللاترال فنتريكل. حلو جدا. ودي معظمها بتبقى فاريانت وممكن ايه تليجريس مع الايدج. السيست الثانيه لو لقيناها طبعا في جدار البنتريكل تحت شويه، دي الجينيوميتيك سيست بتاع جينيوميتكس هيمرج. لو لقيناها بقى حواليه وبايلاترال يعني سيمتريكال الى حد ما، السيست بيرمنتيكول لوكو ماليشيا. طبعا لو لقيناها بقى كبيره وعلى ناحيه واحده غالبا دي بتبقى سيست اوف فينس انفكشن اللي بنقول عليها ريزوربد جريد 4 جينيوميتكس هيمرج. فده كده الديفرنشال دايجنوزيس. في ارتكل حلوه جدا على راديولوجي اسيستنت جايبه الديفرنشالات. يلا بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.